ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. تعود المختار لما يذهب إلى الغابة أن يعتلي الأشجار حتى يتمكن من مراقبة تامة للطابق العلوي من الغابة. في المراحل الأولى كان كثيرا ما يقع بصره على أشياء تجري أسفل أشجار الغابة. أناس كثيرون كانوا يحسبون أن لا أحد يراهم وهم يقومون بما يقومون به. مع مرور الوقت لم يعد المختار يأبه كثيرا لما يجري أسفل الأشجار. ولكن في 25 من مارس من العام 10 و2000 كان المختار في غابة الهرهورة. تسلق شجرة شامخة لم تكن تبعد كثيرا عن الطريق المعبدة. اختار المكان لقربه من البحر. في ذلك اليوم كان يريد مراقبة طيور قادمة من جهة المحيط الأطلسي. كان ذلك بعيد الفجر، كانت الشمس تهم بالشروق. فجأة مزق صمت المكان هدير محرك سيارة رباعية الدفع. رآها المختار وهي تتقدم. توقفت على جانب الطريق ونزل منها رجلان كانا يحملان كيسا أبيض. كان المختار يراقبهما من عال، لم يفطن إلى وجوده. كان ملبسه ينسجم تماما مع الأغصان المورقة. أتى أحد الرجلين بفأس ثم أخذ يحفر أسفل الشجرة. أخرج المختار كاميرته وبدأ يصور المشهد. في لحظة ركز على وجهي الرجلين ثم على السيارة على لوحة تسجيلها. لما انتهى الرجل من الحفر جاء الثاني بالكيس الأبيض ثم واراه الثرى. تعاون على ردم التراب. كان المختار يصور. اختفى الكيس الأبيض تحت التراب. أخذ أحد الرجلين المعول ثم هرول نحو السيارة. أدير المحرك ومزق هديره مرة أخرى سكون المكان. لما غابت السيارة وراء المنعطف أوقف المختار التصوير. نزل من الشجرة، توجه إلى الحفرة ونبشها حتى بلغ الكيس الأبيض. كان الكيس يحتوي على جثة رضيع حديث الولادة. أعاد المختار ردم التراب وعلى جذع الشجرة وضع علامة ليذكر المكان. اعتلى الشجرة من جديد. حاول أن يعود إلى متابعة ما كان يجري في عش قريب، ولكن هدير المحرك كان قد دفع بالطائر إلى الابتعاد. تزاحمت الأسئلة في ذهن المختار. ترى لماذا دفن الرجلان ذاك الرضيع في هذا المكان؟ ومن يكون الرضيع؟ في الواقع ما شاهده استفز فضوله. عاد المختار في المساء إلى منزله، وكان قد استقر رأيه على النبش في هوية الرجلين اللذين صورهما في الغابة. استعرض الشريط، سجل الأرقام التي كانت تحملها لوحة تسجيل سيارة. كان له صديق من عشاق الطيور المغردة يعمل في وزارة النقل. طلب منه أن يأتيه بهوية مالك السيارة الرباعية الدفع. خدمة بسيطة. في الغد جاءه صديقه بهوية الرجل، اسمه سمير أبو القواسم، ويسكن في ديور الجامع بحي الحبوس بالمنزل 251. كان المختار في تلك الأيام يجتاز فترة حرجة، فقد كان بحاجة إلى بعض المال لإنعاش تجارته وترميم محل سكناه، ولذلك فكر في مساومة الرجلين عسى أن يحصل منهما على المال. لم يكتف المختار بتسجيل اسم وعنوان صاحب السيارة الرباعية الدفع، بل إنه قام بزيارة معاينة ميدانية. تربص غير بعيد عن باب المنزل 251 في حي الحبوس. بعد حين خرج من الدار أحد الرجلين اللذين رآهما في غابة الهرهورة. توجه الرجل إلى المرآب، ثم بعد دقائق خرج على متن سيارة. كانت هي السيارة الرباعية الدفع التي رآها في الهرهورة. توقفت عند باب الدار. خرجت امرأة شابة كان يبدو بها سقم. كانت حزينة فيما يبدو.
ركبت ثم انطلقت السيارة آخذة وجهة وسط المدينة. قفل المختار عائدا إلى بيته. بدا أن الفكرة قد اختمرت ونضجت في مخيلته، وما عليه الآن إلا أن يباشر التنفيذ. في البيت أخذ ورقة وقلما وبدأ يسطر رسالة. كان مخاطبه سمير أبو القواسم مالك السيارة الرباعية الدفع. اعتمد المختار في صياغة تلك الرسالة على التهديد: إما أن تدفع وإلا فضحت ما رأيته في الهرهورة وكشفت قبر الصبي. وضع المختار في حسابه احتمال تجاهل رسالته أو أن لا يأخذه الرجلان مأخذ الجد، ولذلك أرفق الرسالة بصور للرجلين سمير أبو القواسم وصاحبه وصورة للقبر الصغير. فهل سينجح في ابتزاز الرجلين وقد كشف عن أدلة إثبات يصعب دحضها؟ مساء اليوم التالي رن الهاتف في جيب المختار. كان المتحدث سمير أبو القواسم. قال له إنه موافق على دفع المبلغ ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت. طلب منه أن يمهله أسبوعا، ولكن المختار رفض ذلك وخشي أن يفتضح أمره، وقال إنه لن يستطيع الانتظار أكثر من يومين، بعد ذلك سيبلغ الشرطة. أطفأ المختار هاتفه المحمول وبعد يومين شغله من جديد. كانت في انتظاره رسائل صوتية عدة، كلها من سمير أبو القواسم الذي كان في كل رسالة يؤكد عزمه على الاستجابة ودفع المبلغ المطلوب، وأن عليه فقط أن يحدد مكان وموعد تسليم القرص الأصلي المتضمن لشريط دفن جثة الرضيع في غابة الهرهورة وتسلم 20,000 درهم. كان المختار قد فكر في الأمر، ووقع اختياره على ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله القريب من حي الفتح، حيث يوجد ممر للراجلين يفضي إلى ساحة الملعب. كان ممرا لا يتيح مرور السيارات، وكان المختار يحرص على أن يوفر لنفسه منفذا يغادر منه المكان دون أن تتاح للطرف الآخر إمكانية ملاحقته على متن سيارة مهما كان حجمها صغيرا. في وقت لاحق من ذلك اليوم اتصل المختار بسمير أبو القواسم وضرب له موعدا في صبح الغد بعيد الفجر في ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله. كان الاتفاق يقضي بأن يسلم المختار الشريط الأصلي وأن يتعهد بالتزام الصمت وأن يدفع الرجل لقاء ذلك 20,000 درهم. وكما أن المختار وضع في أولويات خطته أن يتمكن من المال ومن الفرار عبر منفذ آمن، فإن سمير أبو القواسم درس مع شريكه في دفن جثة الرضيع في الهرهورة كل ما يمكنهما من الحصول على وثائق الإثبات، وفي الآن نفسه استعادة 20,000 درهم. خطط الرجلان ونصب كمينا محكما للمختار مربي الطيور المغردة. في صبح الغد حضر الرجلان إلى ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله. كان يراقبان كل الطرق المفضية إلى الساحة. كان أحدهما يتربص على متن السيارة الرباعية الدفع التي كانت مستوقفة في مكان لا ترى منه. كان يتوقعان أن يأتي صاحبهما راجلا أو على متن سيارة. فجأة ظهر رجل ممتطيا دراجة حمراء. كان يجول وسط الساحة. لم يتوقع أن يأتي الرجل على متن تلك الناقلة البطيئة. وصل الدراج إلى المكان الذي وضع فيه المال، أخذ الظرف ووضع مكانه قرصا مدمجا، ثم أسرع متجها إلى المعبر المفضي إلى حي الفتح. في تلك اللحظة زمجر صوت محرك سيارة انطلقت مسرعة نحوه، دهمته بقوة، سقط أرضا. أخذ منه أحدهما الظرف الذي كان به 20,000 درهم بعد أن أخذ القرص المدمج، ثم ابتعدت السيارة مسرعة. بعد لحظات أتى من جهة حي الفتح أحد عمال المركب الرياضي. رأى المختار صريعا، أسرع نحوه. كان في حالة لا تبعث على الاطمئنان. سمعه يئن، كان يقول:
مفتاح USB في البيدون. USB في البيدون. أسرع عامل المركب الرياضي إلى الملعب واتصل بشرطة النجدة. بعد بضع دقائق حضرت سيارة الشرطة. نقل الرجل إلى قسم المستعجلات، ولكن كل المحاولات الهادفة إلى إنقاذه باءت بالفشل. مات المختار مربي الطيور المغردة متأثرا بجروحه. كان رجال الشرطة قد لاحظوا الأضرار التي لحقت الدراجة الحمراء التي كان يمتطيها المختار. كان واضحا أن سيارة داهمت الرجل وداست الدراجة. خلص عميد الشرطة المسؤول عن مصلحة المداومة والذي جاء من مدينة تمارا إلى أن الأمر يتعلق ربما بحادثة سير مع جنحة الفرار. استمع إلى عامل المركب الرياضي، أبلغه أن كل ما سمعه من الضحية أنه قال مفتاح USB في البيدون. أمر العميد بتمشيط المحيط، ولكنه لم يتم العثور على أي بيدون. كان على العميد أن يبعث بمذكرة بحث حول الحادثة وإرسال برقية حول الموضوع إلى الإدارة العامة للأمن قصد الإخبار لضبط إحصائيات حوادث السير. كان العميد من الأطر الأمنية التي راكمت التجارب، ولما أحضر الكاتب البرقية لتوقيعها كان يحاول أن يجد تأويلا لما نقل عن الضحية مفتاح USB في البيدون. تذكر العميد شرطيا كان يعمل تحت إمرته في سيدي قاسم، وكان عرف عن الشرطي ابتزازه للمتعاطين للنقل السري. يذكر العميد أنه لم يتمكن من ضبطه متلبسا، ويذكر أيضا أن الشرطي بعد إحالته على التقاعد جاءه مودعا، قال له إنك يا سيدي العميد لم تضبط معي ما يثبت فعل الارتشاء، لأنني كنت أدس ما أحصل عليه من مال في الجيدون، وكان يقصد مقود دراجته النارية. إذ ذاك تساءل عما إذا كان صاحب الدراجة الحمراء يقصد الجيدون. نهض العميد إلى الدراجة التي دهستها السيارة، نزع المقبضين المطاطيين في طرفي المقود، وفجأة سقط مفتاح USB. أخذه وعاد إلى مكتبه، طلب حضور متخصص من المصلحة الإلكترونية. فتح USB وباح بأسراره. كان به شريط يظهر كيف دفن الرجلان جثة الرضيع في غابة الهرهورة، وكان الشريط يظهر جليا رقم السيارة التي جاء على متنها. توفر كم هائل من المعلومات حول كل ما دار بين المختار والرجلين اللذين سعى إلى مساومتهما. بعد أخذ البصمات من جثة المختار باموسى لم يكن صعبا تحديد هويته، كما لم يكن صعبا الوصول إلى مالك السيارة سمير أبو القواسم. بعد استدعاء الأخير تبين أن شريكه لم يكن سوى شقيقه حمادي. حاول الرجلان الإنكار، فاستعمل المحققون فضلا عن الأدلة التي وفرها مفتاح USB، استعملوا الكلاب المدربة لاكتشاف الحفرة التي دفنت بها جثة الرضيع. أقر في النهاية أن الجثة لمولود لشقيقتهما التي حملت من علاقة غير شرعية مع ابن جيران لهم سافر إلى الخارج. حاول إنكار كل صلة لهما بمقتل المختار، ولكن فحص سيارتهما أبان عن أثر لصباغة حمراء. أثبت التحليل المخبري أنها نفس صباغة الدراجة التي كان يمتطيها المختار. في النهاية اضطر سمير أبو القواسم وشقيقه حمادي إلى الاعتراف، وكان ذلك بداية لبحث مطول أسفر عن اعتقال الأخوين وشقيقتهما. هي اعتقلت لإقامتها علاقة جنسية غير مشروعة، وتوبع شقيقاها بتهمة قتل الجنين والمساهمة في قتل المختار صديق الطيور مع سبق الإصرار.